النهارده في اول الجلسه لاحمد الشعب بوصله رساله مهمه قوي. في احلام للشعب المصري، الشعب المصري بيطلبها بقاله 20 سنه، ان يبقى عنده صحه بجد، عنده تعليم بجد، ان بلاده تشتغل. الحقيقه انه مطالب العمال والفلاحين والصيادين لغايه دلوقتي محدش بصلها، حتى لما الناس بتروح تعتصم سواء قدام مجلس الشعب او قدام مجلس الوزراء او غيرها من الاماكن، الحقيقه محدش بيسال فيها. يمكن ايام حسن مبارك كانوا بيخافوا لما الناس تعتصم ويخرجوا يتفاوضوا معاهم، دلوقتي ده مش حاصل خالص، لانه مفيش تغيير هيحصل من غير المطالب الاجتماعيه لكافه الشعب المصري، من حق ادنى للامور والحق في الصحه والحق في التعليم وحق في العمل وغيرها من الحقوق. Thank you.